السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبيبنا في درس جديد من دروس إينو آرت. أنا هاني إينو ودي قناة إينو آرت، وبنكمل مع بعض مجموعة اللوميوم بالعربي من البداية حتى الاحتراف. النهاردة درسنا هيكون عن لو إحنا جبنا مثلا هامة ودخلناها في اللوميوم وبدأ يحصل مشاكل في الماتيريال، يا ترى إيه السبب بيكون في المشاكل دي؟ بص، هندي خامتين هنا، والخامتين دول هيكون فيهم نفس الخامة، سوري، اتنين موديل هما، وهندي مثلا الموديل ده. طيب عندنا خامة مثلا هنا كده الأول، لو سحبناها خامة الخشب ديت، اوكي، وهندي برضو دي نفس الخامة، ولكن هنبدأ ندي واحد يوفي ماب، خلاص نقول له والله ده مثلا بوكس كده. حتى لو انت هتكرر، يعني بص، لو انت هتكرر في اليوفي ماب ده، واحد تاني مش هنكرر في اليوفي ماب، هنخليه سوري واحد واحد. بص الاختلافات اللي بعملها، وهتيجي هنا هنمسك ده بقى، هنعمل خامة تانية نسميها مثلا اتنين، ولكن هنيجي في الماتيريال دي وهنيجي نعمل هنا حاجة اسمها كروب. يعني هنيجي نعمل كروبينج كده، نقول له أنا مش عاوز كل الخامة دي، أنا عايز الجزء ده مثلا بس، تمام؟ هل ده يا ترى يعمل لي مشكلة لو أنا رحت اللوميون؟ أقول لك يا صديقي، بص وتفاجئ معانا هناك كده. طبعا انت كده خدت بالك بين الفرق بين انها تكون خامة خامة واحدة او خامة مقصوصة، يعني ده نص، ده خامة كاملة، دي خامة متكررة. طيب هنعمل كده اكسبورت، ونسميه مثلا موديل 1 ده، سيف، وتعالى نروح ندخلهم اللوميون. انا مثلا بجرب لكم على لوميون 10 مثلا، وهنعمل امبورت كده للموديل 1 ده، ونقول له يلا يا باشا تعالى ورينا هل فعلا هيحصل مشاكل ولا الدنيا هتبقى عامله ازاي. اول مشكله انها داخله من غير خامات خالص، وديت انا هبقى اقول لكم بنحلها ازاي، تمام؟ ولكن خلينا بس الاول نقول لهم لو انتوا خدتوا اصلا الخامه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يعني لو جيت لده كده وقلت له انت خد الخشب ده، طيب ده خد الخشب، ولكن بص الخامة كلها جت زي ما هي، يعني بص انا عندك 2 4 6 زي ما هم كلهم. لو جيت هنا وقلت له انا برضو عاوز اعمل خمس ستاندر، خد بالك ده كان خامة كاملة بقى، يعني المفروض يبقى ضعف ده، صح كده؟ هتلاقيها جت نفس العدد بالظبط، نفس العدد. طب ايه اللي حصل يا شباب؟ هنا طبعا اليوفي ماب مقري، يعني الراجل بتاع اليوفي ماب لما كررنا الخامة مرتين قراها، انما لما جينا نعمل لها كروب ما قراهاش. فده يبقى يتضح لنا ايه بقى؟ ان حضرتك ما تعملش كروب في الماكس لو انت هتدخله لوميون. طيب تعملها ازاي؟ ما تعملها بالطريقه دي كده. يعني النهارده لو انا هاجي كده اقول لها انت يا سيدي الخامه اللي هي رقم 2 ما فيش مشاكل، لكن مش هعمل كروب، وتعالى انت ادي يوفي ماب بوكس، واقعد انت كبر باليوفي ماب، لان هو ده اللي بتقري، يكشي يكون هياخد الاربع بلاطات دول بس اهمت من هنا، يبقى واحد اتنين تلاته اربعه، هناخد الاربعه بالظبط بس اهو. بس يا سيدي انت كده ظبطتها كده باليوفي ماب، لكن مش كروب. وتعالى بقى نقول له اكسبورت، وهنخليها موديل 2 عشان نعرف الفرق، وهنروح هنا وهندوس اوكي عشان نحافظ على الخامات اللي احنا عملناها. وهنيجي بقى من الموديل هنا ونقول له ورينا الفرق بين موديل 1 وموديل 2. موديل 1 كان زي ما انت شايف كده كان معمول كروب، فايه اللي حصل؟ ما قراش الكروب. طب موديل 2 بقى اللي احنا عملناها باليوفي ماب وعملنا كبرنا شويه، قراها. يبقى كده حضرتك لو انت عندك مشكله تقول لي يا جماعة الخير أنا كل ما أعمل كروب في الماكس ما بيتقريش، يبقى أنت حضرتك ما تعملش إيه؟ ما تعملش كروب، تعمل إيه؟ اليوم اليوفي ماب مقرية وزي الفل، أرى الكبير وأرى المتكرر وأرى العادي البوكس العادي زي ما أنت عايز تعمل، ما دام يوفي ماب الراجل محترم وهيقراها. إنما هتروح رايح لي كده وتقول لي زي الموديل 1 كانت الخامة معمول لها كروب، مش هيقرا الكلام ده. احنا يبقى احنا كده يا شباب عرفنا ان اللوميوم ما بيقراش الكروب اللي جوه الماتيريال بتاعت الماكس، ولكن بيقرا اليوفي ماب العاديه، خلاص كده. طيب ده
كان ردا على سؤال كل ما بدخل خامة واكون عامل فيها كروب، الليوميوم ما بيقراهاش او الليوميوم ما بيفهمش الخامات، ودايما بيجيب لي خامات بايظة ومش بايظة والكلام ده كله. لا، اشتغل باليوفي ماب لو سمحت، ما تشتغلش بالكروب بتاع الخامة اللي هو منين. لو في الماكس كده مثلا، فانت بتيجي هنا وتروح جاي عامل كروبينج او بليسمنت، تمام، وتبدأ تختار جزء هو ما بيعرفش بقى، ما بيفهمش الحتة دي، وبالتالي شيل الكلام ده وروح انت اعملها باليو في دبليو ماب. ممكن بس. ويبقى احنا كده حلينا المشكلة بتاعت ان انا ازاي بعمل كروبينج في الماكس وما بيجيليش في اللومي. لا، ما تعملهاش كروبينج، اعملها باليو في ماب بس. يبقى احنا كده حلينا المشكلة. ما تنسيش بقى في اللايك والشير والكومنتات، ولو انت مش مشترك لو سمحت بقى اشترك كده وفعل زر الجرس، خليك تشوف الحاجات الجديدة. ومش عارف ليه احنا في اكتر من 70%، يعني 3 4 اضعاف الناس اللي مشتركة معانا بيتفرجوا لكن مش مشتركين في القناة. طب انت لما ينزل فيديو جديد هتعرف ازاي؟ الاشتراك ما هو الا لو دوست كمان على الجرس، بيخليك تبقى في عندك تنبيهات، بينزل لك في فوق كده في اليوتيوب يقول لك والله قناة انو ارت نزلت فيديو جديد، يبقى انت متابعنا. بدل ما ابص لاقي واحد بيقول لي ده احنا بقالي كتير قوي ما اعرفش حاجه ان انتوا نزلتوا الكلام ده، او ان يخش على القناه يسالني على حاجه هي نزلت ونزلت بالتفصيل، ويمكن يكون اتعمل لها كمان مجموعه كامله وهو لسه بيسال عليها. ده بسبب ايه؟ انه مش عامل اشتراك. يعني بقى اشتراك وفعل زر الجرس، تمام، واشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.